ترى أنا بسوالف خبرة كبيرة وعندي أفكار خطيرة. تقاعدت من عملها. المشروع هذا منو اللي شار عليك؟ وخططت لمشاريعها. شفت هاللي يقعدون على الدوار يبيعون بنك ترمس وفي بعضهم يبيعون خضرة. إيش رأيك تبيع بيض؟ قاعد أفكر بمشروع جديد يكسر الدنيا. فكيف سيكون تأثير ذلك على حياتها؟ أهل الجابرية دقوا على دياهم ما وصل. إيه زين الخبزة هذه مو لازم تبطلها وتحط فيها جبن وعقب تسكرها. تعب وسلامات. انت ناطر اللحظه هذه اللي تشمت فيها اللي تضحك على مرتك ام عيالك بدل ما تدافع عني وريب اغراضي. سواها البخت في الاوقات التاليه على الظفره.